سمعنا من بعض الأخوة أن سماحتكم رد حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها من 5 وجوه، والذي نعرفه فنرجو من سماحتكم بيان تلك الوجوه 5. نعم، روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة رضي الله تعالى عنهما جميعا وهي الكبرى، بهات على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها غير هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. احتج بعض الناس بهذا الحديث على جواز كشف المرأة لوجهها ويديها، وقال إن هذا حديث أسماء يدل على ذلك، وأن الوجه ليس بعورة، وأنه لا مانع من كشف المرأة للرجال، وتعلق بهذا الحديث. وأجاب عنه العلماء بأنه ضعيف، لا يصح أن يتعلق به ولا يصح أن يحتج به. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا قبل الحجاب، يعني قالت ما معناه أنهن قبل الحجاب يكشفن وجوههن، فلما نزل الحجاب خمر وجوههن. وكان هذا في غزوة الإفك، لما سمعت صفوان المعطل يسترجع قالت: لما سمعت صوته خمرت وجهي، وكان قد رآني قبل الحجاب. تشير إلى قوله تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال بعض أهل العلم أن حديث أسماء يدل على خلاف حديث عائشة هذا الذي الصحيحين، وأنه يدل على جواز الكشف، كشف المرأة لوجهها وكفيها. وأجاب عن هذا بعض أهل العلم بأجوبة كنت ذكرت منها في ثلاث الحجاب بعضها 3 منها، ثم في وقعة الدر ذكرت زيادة وجهين، فقال الجميع 5، كلها تدل على عدم صحة هذا الحديث. الأول منها أن الراوي عن عائشة يسمى خالد بن دريك لم يلقى عائشة، فهو منقطع، والحديث المنقطع لا يحتج به لأنه لم يلقها، فروايته عنها رواية منقطعة. الثاني أن في إسناده رجل يقول السعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج بروايته. ثالث أن قتادة الذي روى عن خالد روى بالعنعنة عن فلان وهو مدلس يروي عن المجاهيل ونحوهم ويخفي ذلك، فإذا لم يصرح بالسماء صارت روايته ضعيفة. والرابع أن الحديث ليس فيه الصراحة أن هذا كان بعد الحجاب، يحتمل أنه كان قبل الحجاب، ولم تقل عائشة أن دخولها على النبي كان بعد الحجاب، فيحتمل أن هذا كان قبل الحجاب. الخامس أن أسماء هي زوج الزبير بن العوام وهي أخت عائشة بنت الصديق، وهي امرأة من خيرة النساء ديدا وعقلا، فكيف يليق بها أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهي امرأة صالحة في ثياب الرقاق مكشوفة الوجه والكفين وزيادة على ذلك عليها الثياب الرقيقة التي ترى عورتها منها؟ لا يظن هذا بأسماء رضي الله عنها، لا يظن بأسماء أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب رقيقة ترى من ورائها عورتها، فيعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لها: عليك أن تستري كل شيء إلا الوجه والكفين. معناها أنها دخلت على النبي وهي مكشوفة أشياء أخرى من الرأس أو الصدر أو السيقان أو ما أشبه ذلك. فهذا الوجه الخامس يظهر من تأمل المتن، فيكون المتن بهذا المعنى منكرا لا يليق من أن يقع من أسماء رضي الله عنها، وهي المرأة الصالحة المعروفة بالخير، وهي زوجة الزبير الذي هو من أغير الناس في دين الله، وأبوها الصديق أكمل المؤمنين إيمانا وأفضلهم بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الصديق هو أفضل الصحابة وهو إمامهم بعد الأنبياء، فكيف يليق بهذه البنت الكريمة الصالحة بنت الصديق وزوجة الزبير أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب رقيقة ترى من ورائها عورتها، فيعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لها كذا وكذا.
هذا فيما نعتقد غير واقع، وإنما هو مكذوب باطل.